وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. هذا وقد أضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التأكيد على أهمية العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وفي منطقة البحر الأحمر. تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولنا الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا اليوم. في ضوء ما تحتويه من بؤر توتر من الواجب احتواؤها، فضلا عن العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من قارتنا.